السلام عليكم المشاهدين، كراكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ العواشر مبروكة علينا وعليكم بالصحة والهنا وطول العمر. اليوم المشاهدين غادي نقدم لكم غريبة اللي بسميدة والكوك. نمشيو بسم الله المقادير. درت هنا 4 ديال البيضات، هانتوما كتشوفوا معايا، كنزيد عليهم واحد الكاس ديال السكر سنيدة، عبر كاس العنبة. بسم الله، أنا غادي نخلط هاد البيض والسكر سنيدة بيديا مزيان، باش يدوب لنا هاد السنيدة. هنا كنزيد الزيت، كاس تاع الزيت عاوتاني اللي عبر كاس ديال العنبة. المهم اللي خلطت هادو مزيان، ها هما داب لنا هاد السكر مزيان ديال سنيده، داب لنا مزيان. هنا عندي واحد زلافه ديال الكوك، عندي حنا عفوا عندي واحد القشره ديال الليمون الحامض محكوكه. هنا عندي واحد قبصة ديال الخمارة ديال 8 غرام. هنا عندي السميدة اللي عندي من هنا مغربلة، ودابا السميدة راه عندي بالعبر، غادي ندير على حسب. انا عيني ميزاني، انا نخلط وانا نزيد في السميدة. دابا هنا عم نزيد شويه بشويه حتى تجمع ليا العجينه. دابا انا غادي نحبس الفيديو شويه باش ما نطولش عليكم الفيديو. ودابا من بعد ما جمعت الخليط ديالي، هنا عندي الماء زهر وعندي السكر كلاصي. بسم الله،
الغول غادي نكوروها على هذا الشكل، على العبار اللي بغيتو ديرو، يا كبيرة يا صغيرة. على هذا الشكل هذا الاول غادي نغطسها في الوجه ديالها في المزهر، وغادي نديرها في السكر كراسي. صافي، هنا غادي نبدا نحط في الطاوة ديالي. هيلا كبرتهم شوية، خصكم تبعدوا بيناتهم، راكم عارفين الغريبة من تبدا تطيب كتبدا تكبر، خصكم تخليو بيناتهم شوية ديال الاتساع. دابا انا غادي هانتوما غادي نزيد العجينه شويه وندير الخل قد المزهر قدامكم. هانتوما الاول كندير لها وجهها هاك في المزهر، وهنا كنديرها في السكر الكراسي على هذا الشكل هكا. صافي، غادي نحطها في الطاوه. دابا ما تضغطوش عليها من تكوروها، خلوها على هذا الشكل هكا مكوره. هي من بعد راه كتنزل. دابا انا وريتكم الطريقه ديال المزهر والسكر كلاسي، دابا انا غادي نستمر. دابا هانتوما كتشوفو معايا، هانتوما كنخليها هكايا متسعة على هاد الشكل هكايا. دابا رانا عندي الفران اللي راني سخنتو من قبل، دابا غادي نبطلو شوية ديال الحرارة. وراكم عارفين دابا هي دايما العافية غير من فوق حتى كتفق علينا يا غريبة، عاد نشعلو عليها من تحت إن شاء الله. ايوا البنات، هذه هي الطاوة الثانية، و غنقول لكم هذا الخليط راه خرج ليا دابا جوج طاوات ونص، هو مازال عندي النص هنايا. ايوا المهم نتلاقاو من بعد ان شاء الله، وانا غادي نطيب الغريبة ديالي ونقدمها لكم. ايوا دابا هانتوما يا البنات، وها الغريبه ديالي وجدات، هانتوما كتشوفوهم. انا غادي نقدم لكم نزيده شويه الكاميرا باش تبان لكم هانتوما. ايوا نتمنى البنات تعجبكم الطريقه ديالي، والمقادير راكم شفتوهم ما فيهاش المقادير بزاف، ونتمنى تعجبكم الغريبه ديالي اللي درت وتكون في المستوى. ونبغيكم البنات تدعموني، واللي ما مشتركش يدخل يشترك ويدير جيم، وشكرا.